أهلا بكم إلى السابعة وفيها. في قراءة تحليلية، مركز لأبحاث السياسات يعتبر حفتر رجل موسكو في ليبيا. في اليوم العالمي لمكافحة الفساد، ليبيا من بين الأكثر فسادا حسب الشفافية الدولية. وقلعة الأعوانات، قلعة تضم بين جانباتها قصصا تتقاطع فيها الحقيقة بالخرافة. حفتر هو رجل موسكو في ليبيا، هذا ما خلص إليه مقال تحليلي مطول لمركز الدراسات السياسية كارنجي المركز، تحدث عما وصفها بحسابات روسيا في النفط الليبي، إضافة لاهتمام روسي متزايد بليبيا من أجل استعادة دورها الجيوسياسي في المنطقة. في الجانب المقابل خلص المركز إلى أن حفتر وحلفائه وجدوا أنه لا بد من إقامة شراكة مع روسيا لإظهار كفاءتهم في حكم برقة، مضيفا أن التقارب والتواصل الروسي مع حفتر جاء بوساطة مصرية إماراتية. يأتي هذا المقال ليضاف لقائمة تطول من المعلومات التي تتحدث عن زيارات متكررة لحفتر إلى موسكو، إضافة لتقارير صحفية تتحدث عن اتفاق روسي مع حفتر لإعادة بناء القوات الخاصة وتجديد منظومة التسليح التابعة له. كما تشير تقارير صحفية إلى أن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب ليس له مصلحة في كبح التأثير الروسي وغير متحمس لدعم حكومة وحدة وطنية في ليبيا. فهل سيكون لروسيا دور أكبر في الأزمة الليبية؟ وهل يوحي هذا التدخل بمرحلة أخطر مما هي عليه الآن، خاصة إذا أخذنا في الحسبان الدور الروسي في سوريا؟ ولمحاولة إيجاد أجوبة لهذه الأسئلة ينضم إلينا عبر الهاتف المحلل السياسي السعودي سليمان العقيلي. سيد سليمان، في البداية نرحب بك إلى السابعة. السيد سليمان إن كنت معنا عبر الهاتف. نحاول الاتصال بالسيد سليمان العقيلي المحلل السياسي السعودي للحديث عن هذا المقال المطول الذي يتحدث، وهو ليس المقال التحليلي الأول، الذي يتحدث عن هذه العلاقة التي يصفونها بالودودة أو الحميمية ربما بين حفتر وبين روسيا. يحاول حفتر من خلال هذه العلاقة أن يستجلب السلاح ودعم ما يسميه بالقيادة العامة للجيش. هذا المقال أيضا تحدث عن حسابات روسيا في النفط الليبي واهتمام متزايد بليبيا من أجل استعادة دورها كما يقول المقال الجيوسياسي في المنطقة. أيضا صحيفة العربي الجديد ذكرت في مقال وأصدرت تقرير يعني عن هذه العلاقة بين حفتر ومحاولته استجلاب هذه الأسلحة. نحاول الاتصال بالمحلل السياسي السعودي سليمان العقيلي لمحاولة إيجاد لبعض أجوبة لبعض الأسئلة، إذا ما كان سيكون لروسيا دور أكبر في الأزمة الليبية. إذا سوى الاتصالات يعني لا يمكننا من التواصل. مساء سليمان، مشاهدينا الكرام بعد الفاصل. في اليوم العالمي لمكافحة الفساد، ليبيا من بين الأكثر فسادا. أهلا بكم من جديد. تتصدر ليبيا قائمة الدول الأكثر فسادا بحسب منظمة الشفافية الدولية. فما هي أسباب هذا الفساد الذي ارتفعت مستوياته بحسب المنظمة خلال السنوات الثلاث الأخيرة؟ نتابع. يحيي العالم سنويا في 9 من ديسمبر اليوم العالمي لمكافحة الفساد، وتأتي هذه المناسبة هذا العام متزامنة مع تقرير أصدرته منظمة الشفافية الدولية في برلين، حيث صنفت في تقريرها السنوي ليبيا ضمن 5 دول الأكثر فسادا في العالم، مشيرة إلى أن مستويات الفساد زادت فيها بشكل ملحوظ خلال الأعوام الثلاثة الماضية. ويعرف مصطلح الفساد بشكل عام على أنه حالة من حالات انتهاك مبدأ النزاهة. وذكرت منظمة الشفافية الدولية أن ترتيب ليبيا ضمن 150 دولة جاء بناء على إساءة استخدام السلطة وانتشار الرشوة في القطاع العام، وأشارت إلى أن الفساد في ليبيا قد أضر باستقراره ورخاء البلاد.
وتقول المنظمة إن الدول الأكثر فساداً عادة ما تكون دولاً تشهد صراعاً، وتتصف بضعف المؤسسات مثل الشرطة والمحاكم، وتفتقر إلى الإعلام المستقل بحسب المنظمة، كما يورد رئيس هيئة الفساد في ليبيا. لدينا موضوع التعاون الدولي اللي كان شبه معدوم، وعدم تواصلنا مع الجهات المعنية بمراقبة تنفيذ الاتفاقية، واللي تمثل في مكتب الأمم المتحدة للدول الأطراف. قمنا بالتواصل مع العديد من الجهات، ورغم عدم وجود القيادة السياسية الواضحة في هذا الموضوع، ولكن نتأمل خير بإذن الله القائمة القادمة قد ننجح في رفع من ترتيب ليبيا فيها إن شاء الله. وتقدم المنظمة العالمية للشفافية 3 معايير تقوم بتحديثها سنويا لقياس الفساد، وهي مؤشر إدراك الفساد، والبارومتر العالمي للفساد، وتقرير تورده المنظمة في موقعها الرسمي. كما يقوم البنك الدولي كذلك بجمع معلومات مختلفة حول الفساد وينشره على موقعه الرسمي. كل تقية حيكون فيه توصيات، سواء كان فيما يختص بالفساد السياسي أو الفساد الإداري والمالي حسب ما نص عليه القانون 11. أما فيما يختص موضوع المتابعات، احنا فعليا حاليا الآن لدينا قضايا تحت المتابعة، حيكون فيها إجراءات حازمة جدا بإذن الله حتسمعوا بها خلال الأيامات القادمة. احنا فيما فات بدأنا في هذه الإجراءات، أوقفنا العديد من سواء كانت جهات أو حتى أفاد عن طريق جهات ضبطية طبعا حسب ما نص القانون. ويمثل الفساد تحديا خطيرا في وجه التنمية، فهو على الصعيد السياسي يقوض الديمقراطية والحوكمة الجيدة بتغيير مسار العملية الرسمية. أما الفساد في الانتخابات والهيئات التشريعية فيقلل من المساءلة ويشوه التمثيل النيابي في عملية وضع القرار السياسي. أما الفساد القضائي فإنه يعرض سيادة القانون للخطر، والفساد في الإدارة العامة ينجم عنه التوزيع غير العادل للخدمات. كما يؤدي الفساد كذلك إلى تقويض التنمية الاقتصادية لتسببه في حدوث تشوهات وحالات عجز ضخمة. الفساد الإداري والاقتصادي هو أحد أهم أسباب معاناة الدول ومواطنيها، وعلى الجانب الآخر فالشفافية هي المحرك الرئيسي لإيجابية علاقة المواطن بحكومة دولته، وهي حجر الزاوية الذي تتأسس عليه جسور الثقة بين الشعوب وحكوماتها. ينضم إلينا عبر الهاتف مدير إدارة الوقاية بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الأستاذ محمد جمعة. سيد محمد، في البداية أهلا بك. بداية السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم سيد محمد، يعني أنتم في إدارة الوقاية بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، هل تتفقون وما وضعته منظمة الشفافية الدولية من ترتيب لليبيا من بين الدول الأكثر فسادا من 1 من 5 دول عربية؟ نعم، هو طبعا بداية للأسف إن ما وضع مرتبة الدولة الليبية جاءت في الأكثر 5 دول فسادا. أولا بداية الثقافة التي قد بداية في فهم هذا المؤشر ترتب عليه المصادر التي يستقيها هذا المؤشر لكي نفهم كيف نتعامل معه، سواء من خلال الوضع الحالي أو النظر المستقبلية. نحن طبعا كإدارة الوقاية بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والتي تعمل الآن تقريبا على الأرض على مدى 1.5 عام، كنا ولازلنا ننظر بعين مفتوحة جدا إلى هذا المؤشر وكيفية العمل على تحسين وضعية ليبيا، سواء كان نظريا من ناحية المسوحات والتقييمات، أو إذا كان عمليا على الأرض عن طريق الملفات وبعض القضايا التي تعمل عليها الهيئة الوطنية في الوقت الحالي، كما أشار السيد إدريس في مداخلته أو في أثناء التقرير. طيب سيد محمد، يعني هنا عن ماذا نتحدث؟ عن فساد مالي، عن فساد إداري، أم فساد في كل القطاعات؟ وأيضا كيف يقاس الفساد؟ هل المنظمة تقول أن هذه 3 سنوات الأخيرة ارتفعت نسبة الفساد، كيف تقاس في بلد مثل ليبيا الآن؟ تمام،
طبعا هو مؤشر مداخلات بالسي بي اي ولا كوربشن بريسبشن اندكس باللغه الانجليزيه، وهو الذي يصدر في نهايه العام من كل نهايه في شهر كل عام. هو عباره عن مؤشر مركب ومزيج من المستوحات والتقييمات التي تتناول الفساد بجميع الاوجه التي موجود عليها الفساد، ومن مجموعات مستقله ذات سمعه طيبه ومجموعات ومؤسسات اتفق عليها العالم من منظمه الشفافيه العالميه والامم المتحده. نعم. وهو طبعا مجموعه من المؤشرات الموجوده في العالم يعتمد عليها العالم في قراراته وتوصياته، واهمها واكثرها هو مؤشر مدركات الفساد الذي ينتج كل سنه عن منظمه الشفافيه العالميه. مدركات الفساد طبعا يعمل على مجموعه من المصادر التي يستقي منها هذه الدرجه، بحيث ان في موجوده في العالم لابد ان يكون لها على الاقل ثلاث مصادر لهذه البيانات من اصل 12 مصدر. بعض المصادر والبيانات تستخدم كل 12 شهر، والبعض الاخر تم استخدام كل 24 شهر. اذكر المصدر رقم واحد مؤشر التحول الصادر عن مؤسسه بيرتسمان، هو يرمز اليه بالبي اف تي اي. هو بالنسبه لهذا يعني يتكلم عن مدى وجود محاكمه او معاقبه شاغلين المناصب العامه والذين يسيئون استخدام نجد ايضا كتاب التنافسيه العالميه السنوي الصادر عن المعهد الدولي للتحرير ويرمز به بالاي ام بي. هدايا طبعا يستخدم التقارير فيه. نعم. خاصه لقياس الاداء الاقتصادي، كفاءه الحكومه، كفاءه الاعمال، البنيه التحتيه، من اجل الحصول على صوره متكامله للقدره التنافسيه للدول. عندنا رقم ثلاثه دليل المخاطر الدوله الصادر عن مؤسسه خدمات المخاطر السياسيه، ويرمز له بالاي سي ار جي يعني. نعم. هذا تصدر شهريا. طيب في سؤال أخير سيد محمد. نعم. فضل. في سؤال أخير سيد محمد، يعني هذه التقارير ما هي مصيرها، إلى أين تذهب وكيف يتم التعامل معها؟ يعني الأمر هل يقتصر فقط على الرصد والمتابعة أم أن هنالك حلول والعمل بهذه التقارير للتقليل من نسبة الفساد والسنوات القادمة؟ سؤال جيد، بارك الله فيك. طبعا هي هذه النتائج التي تصدر عن هذا التقرير لا ليست سدى وليست عبثا، ولكن يعتمد عليها العالم من خلال الأمم المتحدة ومن خلال منظمة الشفافية الدولية العالمية، ان هذه التقارير تكون لها حسابات وتؤثر على الوضع الاقتصادي والتعامل الاقتصادي والمالي والسياسي بين جميع الدول الاطراف مع بعضها. لذلك وجدت اشياء كثيرة منها التقارير وآليات الاستعراض بين الدول عن طريق مكتب اليو ان او دي سي ومكتب اليو ان دي بي. هناك الكثير من البرامج وهناك الكثير من التدريب الذي تنتج نتيجة وضع دولة ما في هذا المؤشر. نعم. هناك تدريبات على كشف غسيل الأموال، على الحوكمة الرشيدة، على إصلاح الوضع الاقتصادي، منع الرشوة، أشياء كثيرة يعني، فلابد أن ينظر له بعين الاهتمام ولابد أن يدعم. نحن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد قدمنا تقريرين في 2014 و2015 يتضمن جميع هذه التفاصيل، وكذلك قد رفعنا التوصيات بشأن الدولة الليبية وما يمكن فعله في حوالي 12 نقطة، ما الذي يمكن أن تعمله الدولة الليبية لرفع مؤشرها وبالتالي تحصل على نتائج جيدة أخرى في مجال الاقتصاد والمجال المالي ومجال الأعمال. فطبعا رفعنا 2014 و2015، ولكن طبعا أنا نزيد نكرر ونقول أن إذا لم تتواجد فعلا إرادة سياسية تهتم بمحاربة الفساد ونحن نرفع شعار دولة الحق والقانون، فبالتالي لابد من النظر لهذا الملف وهذا الوباء بشكل جدي من خلال إرادة سياسية وإرادة مجتمعية أيضا من داخل ليبيا لمحاربة هذا الوباء الذي تفشى فينا. نعم. لن يمكن يعني أن أي جهة بروحها أن هي ممكن تكافح سواء كانت سياسية أو تنفيذية أو قضائية، ولكن نحن محتاجين لإطلاع على جميع محاور هذه السلطات في ليبيا، تبدأ من المجتمع من الشعب تنفيذا بالهيئه الوطنيه لمكافحه الفساد، نهايه بتنفيذ التوصيات للحكومه التنفيذيه والتشريعيه وكذلك السلطه القضائيه. نعم، متحدثا الينا عبر الهاتف مدير اداره الوقايه بالهيئه الوطنيه لمكافحه الفساد الاستاذ محمد جمعه، شكرا لانضمامك معنا. مشاهدينا بعد الفاصل. قلعه الاعوانات وقصص يتقاطع فيها التاريخ بالخرافه.
أهلا بكم من جديد. قلعة العوينات إحدى أقدم القلاع في الجنوب الليبي، تختلط فيها حكاية التاريخ الليبي بقصص متوارثة في مجتمع القرية الصغيرة. أحد أساتذة التاريخ بالعوينات وقصص عن القلعة التاريخية. قلعة العوينات مثلها مثل بقية القلاع المشيدة في المنطقة ككل في فرزان بالذات. نبدأ بقلعة العوينات باعتبار العوينات مدخل للاستعمار الفرنسي إلى فزان عن طريق إليزي ورقلة. دخل هنا وين دخل الاستعمار، هذا المدخل الليبي السابق. بنيت قلعة العوينات كما في نفس السنة اللي بني فيها مركز شرطة غات الآن، هذا المبنى الموجود في شرطة غات له، ثم مبنى شرطة أوباري، ثم قلعة سبها اللي هي القارة. فجاء سيدي أبو صلاح أول هاجر من الوادي إلى غات. لما جاء لغات طلب أن يستغل هذا المكان اللي هو العوينات باعتبارها معطن اللي ترد له القوافل المسافرة من إلى. لما سكن فيها طلب من أهل غات، طبعا هم اللي كانوا سادة الموقف حتى للمكان هذا، ولا وافقوا له وعطوه، قالوا له تسكن امشي عمر البير الفلاني تلقاه في العوينات. ولا فجي عمره وداره مزرعة، البير هذا اللي في وسط، ولا عمره وداره مزرعة وسكن. كان ساكن قبل لا ينبني مركز الشرطة، كان ساكن بالضبط مكان الشجرة المنبوتة تو قدام مركز الشرطة الآن، ولا هذه يراه نابتة في المكان اللي ساكن فيه. فمن هذا السر الاحترام اللي دايرينها الناس ليها، مش تقديس أبدا ولكن احترام، لأن كان جدنا يسكن هذا المكان، ولا هذا كل ما فيه. ولا فعمر عمر البير وأصبح بير زراعي، غرس فيها النخيل، ثم أن زمان ما فيه مصدر اقتصادي إلا ما تزرع في الأرض، ولا أو ما تملك من حيوانات أو تجارة إذا كان عندك. هذا هو أصل البير معطي له من أهل غات. السابع انتهت إلى اللقاء.